ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ انا في زميل معانا هنا في في الكورس ده، في السيشن دي، كان بيتكلم ان هو كان عايز يعمل زي حوار كده، يعني زي معادلات او شيت كده للعملاء اللي بتيجي تشتري من عندهم او بيكون ليهم فلوس عند العملاء دي. معايا؟ كلكم سامعيني صح؟ فكان عايز يعرف، يعني مثلا في عميل مثلا خد من عنده مثلا وليكن مثلا 100 كيلو حديد مثلا، او 100 او مثلا 5 طن حديد، تمام؟ فهو عايز، والعميل ده مثلا قاعد يدفع في دفعات، فهو عايز يعرف ايه اللي باقي على العميل ده بالظبط، تمام؟ وكمان عايز يخليها كاكسل علشان ما تبقاش الفواتير وكده، عشان الفواتير بتروح وساعات بتتحرق وبتضيع، فهو عايز يبقى حاجة سوفت كده على الاكسل عشان يعرف كل واحد عليه كام. انتوا سامعيني صح؟ الو، ايوه، الصوت واضح حضرتك. ماشي. معلش اصل الناس كده، معلش انا اسف. بص انا هعمل شير سكرين اهو وهنجرب حاجة كده. بصوا، انتوا كده شايفين كويس؟ ايوه تمام. بصوا يا جماعة، كان الزميل اللي معانا هنا كان عايز يعمل ايه؟ بصوا بقى هقول لكم يعمل ايه. كان عايز يعرف مثلا العميل مثلا وليكن اسمه مثلا يسري مثلا، تمام؟ خد مثلا الصنف اسمه حديد زهر مثلا، حديد زهر، والعدد خد مثلا 1000، يعني اللي هو 1000 كيلو، وسعر الحديد مثلا طن الحديد مثلا وليكن كان مثلا 20 أو 30 ألف جنيه، تمام؟ فكده ثواني اهو هنظبطها بقى ظبطة حلوة ان شاء الله اهي، واهي دي نظبطها كده، دي زي دي، تمام؟ لا مش نخليها العدد، يعني مثلا نخلي مثلا السعر مثلا ب 3000 جنيه علشان يبقى 3 مليون جنيه مثلا، تمام؟ الو يا يسري، بص يا يسري، الو، أنا معاك والله بص. شوية. فكان بقى في بقى حاجة مثلا يقول لك ايه، مثلا ايه الراجل ده المفروض يدفع 3 مليون جنيه، هو دفع مثلا 2 مليون، فتبقى مليون جنيه. 1 2 3، تمام؟ يعني هو دفع، هو الاجمالي بتاعه 3 مليون، هو دفع 2 مليون، فالمتبقي مليون. في تاريخ مثلا الشراء مثلا وليكن كان 1/1/1/1 مثلا، واحد طب انت ما اتنين. عملتش سداد من الاول؟ لا انا السداد بقى لسه ما جاش، يعني ما هو الراجل ده عليه متبقي فلسه ما عليهش سداد. انا قصدي ان انت ما عملتش خانة للسداد ليه؟ هقول لك يعني ايه خانة للسداد، مش فاهم. ما هو تاريخ اسمه تاريخ سداد. هقول لك بقى دلوقتي ايه اللي هيحصل. بص يا معلم، مش فاهم قصدي انت. انا لا انا دلوقتي فاهم هو ماشي. عمل تاريخ للسداد. لا انا عملت ان هو لما يجي يدفع، ده يسر ده يجي يدفع هنا تاني، هيدفع في المتبقي وخلاص على كده، فهمتني؟ بص بقى، مثلا يسري مثلا في واحد اسمه محمد، انتوا شايفيني كده يا جماعة صح؟ يعني انتوا شايفين اللي انا بعمله ده؟ ايوه مظبوط، ماشي ماشي الشير تمام. ماشي تمام. بصوا بقى، وليكن محمد ده مثلا خد من عنده نحاس مثلا، يعني مثلا ايه، نحاس اصفر مثلا، العدد مثلا خد مثلا وليكن 500، وكيلو نحاس معرفش بكام دلوقتي بقى، مثلا في قول مثلا ب 100 جنيه مثلا، فالسعر مثلا 50 ألف جنيه، فالراجل مثلا دفع 40 او دفع 30، ففاضل ايه، 20 ألف جنيه، تمام؟ وده كان بتاريخ برضو 1/1 او ب 2/1. طب انا دلوقتي يا اسري، لو انا عندي ناس كتيره واخدين حاجات كتير، انا عايز اعرف المتبقي عليهم، هروح اعمل ايه؟ هروح واخد اسمهم بس كوبي واحطه هنا. يسري عليه كام؟ يسري اللي فاضل عليه مليون جنيه، اللي هو ده. دي بمعادلة ايه يا جماعة؟ دي بمعادلة سام اف. لو تفتكروا سام اف، احنا قلنا ايه سام اف؟ اللي احنا بنجمع قصدي الفلوس او الحاجات اللي فيها عدد باسم العميل. فيسري ده
طب تخيل مثلا، مثلا يسري ده مثلا جه هنا يسري وقال لي انا عايز الحديد الظاهر ده اهو، واعمل من المتبقي عليا، ادفع من المتبقي عليا 500,000، يبقى هسلبها 500 واحد اتنين تلاته، يبقى كده يسري عليه كام؟ 500,000 جنيه. حد فاهم حاجه؟ الو الو، هو كده المديونيه نقصت بقت 500 النص بالظبط. ليه؟ لان هو العميل جه، بصوا يا جماعه، العميل جه كان عليه 100 مليون جنيه، بعد كده راح قال لك انا عايز ادفع فلوس من اللي عليا، راح دفع 500,000 جنيه، سالب 500,000 جنيه، فكده العميل ناقص عليه كام؟ 500,000، وهكذا. الموضوع ده كده واضح بالنسبه لكم ولا في حاجه مثلا عايزين تضيفوها؟ الو، طب نكمل مثلا على محمد. انا طيب عندي سؤال، عندي سؤال، هو انا كل ما يجي يدفع، ما هو مش هيدفع 500 ومش هيدفع النص ومش هيدفع الربع، هو هيدفع دفعات ما هي مثلا 5,000 10,000، فعدد مرات كتيره قوي، فبالتالي هكتب اسمه كل مره عدد مرات كتيره برضه. لا يعني مثلا يسري ده مثلا او دفع مثلا 500,000، فتيجي مثلا تكتبي مثلا يسري هنا تاني، المفروض مثلا يدفع دفع 10 7 مثلا 100,000 من 3، يبقى كده عليه 400,000 جنيه. ايه بقى المشكله؟ ايوه، ما انا كده بكتب اسمه مع كل دفعه تاني، مع كل دفعه بكتب اسمه تاني وتالت وكده يعني. انا كنت فاكره ان هو هيبقى مثلا عدد خانات، وفي كل خانه فوقيها التاريخ، وانا بكتب جوه الخانه دي دفع المبلغ، يعني تبقى افقي مش بالطول يعني يسري كده يعني. والتاريخ 1 2 3 4 5 6 صح كده؟ واكتب تحتيه بقى ان هو في يوم واحد ده دفع 10، ويوم 10 دفع 12، هكذا يعني، طب ما انت بدل ما ممكن انا اكرر تجيب، اسمه كل شويه. ما انت ممكن تجيب اللقطه دي. بص يا ستي، بعد ما تجيبي، انت بقى عايزه تعرفي يسري ده دفع قد ايه قصدك يعني؟ يعني دفع في يوم ايه وايه وايه، صح كده؟ ما هو ايوه في نفس الخانه اللي اتدفع فيها بص الدفعه ستي، بيبقى فوقيها على طول التاريخ. بص دي بقى فايده ايه بقى؟ بس بص بص، مثلا يسري ده جه يوم واحد وكان عليه 100,000 مليون جنيه، جه يوم ثلاثه دفع منهم 500، جه يوم اربعه دفع منهم ايه؟ يعني انا مش صح. ايوه، ركزي بقى، ده اللي جاي في الحلقه دي، انتظروني في الحلقه دي، ان انت تعرفي في الايام دفع قد ايه فيها. هوريكي دلوقتي ايه اللي هنعمله. هنعمله اللي هو كده، ادي حاجه سريعه اهي، وبعد كده هقول لك دي اتعملت ازاي. اهو العميل اهو، وتاريخ المتبقي اهو، وتاريخ السداد اهو، لا مش تاريخ السداد، تاريخ هو احنا دفعناها كان يوم ايه، كنا عاملينها في ايه، تاريخ الشراء، لا هو المفروض كان تاريخ السداد، يعني ده تاريخ شراء وده تاريخ سداد اهو، تمام. وهنروح عاملين دي كده اهي، هنخلي دي تاريخ الشراء اهو كده. بقى يسري جه كان عليه 1,000,000 جنيه ودفع 600,000، فكده فاضل له 400,000. فاهم حاجة؟ مروة ايوه ثواني، يعني انا بجمع، معلش يعني هو كده. ما هي دي، بص دي اللي انا جاي اتكلم فيها النهارده، ده اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده، اظن دي كده وضحت لك. فطبعا لما هنيجي هنا، هي بقى احلى، هي دي في دماغي بالظبط. يعني مثلا لو يسري ده مثلا جه وضفنا له هنا ده واحده ثالثه، وجه هنا الراجل ده وراح مرجع 200,000 جنيه، طيب يوم مثلا يوم خمسة اهو، هتيجي هنا اهو يوم خمسة لسه ما اتحطش اهو، لسه يوم خمسة ما اتحطش، هتيجي هنا وتعملي ريفرش، هتلاقي يوم خمسة نزل فين اهو، تاريخ الشراء اهو، ما هو ده تاريخ الشراء اهو. ثانية بعمل ريفرش، معلش ثانية، ما هي ما هو المفروض ان انا لحظة اهو اوريها لك، لحظة اهي، ان هو يوم واحد، طب استنى نعملها تاني كده اهي، هتبقى اهي insert table new العميل تاريخ السداد اهو يوم خمسة، اهي ظهرت اهي، والمتبقي اهو، اهو يسرى اهو دفع يوم
ده يوم كان عليه 1,000,000 جنيه، ده كان يوم ايه؟ كان عليه 1,000,000 جنيه يوم واحد، في ده في تاريخ السداد، نخليها يوم السداد اهي، ونيجي نعمل ريفرش كده اهو اهو. بصي يسري دفع في تاريخ السداد كان عليه 1,000,000 جنيه، راح جه راح مرجع دولت، فكده يسري كان عليه كله ب 200,000. هل الكلام ده واضح بالنسبه لك ولا مش واضح؟ فاهماه ولا لا؟ طب ماشي ثواني، لو انا بقى حب ياخد دفعه تاني يعني، او يعني مش ياخد، هو بياخد طلبيه تاني مثلا بسيب 500,000 وهو عليه 200، بقى انا هكتب الطلبيه دي برضو تحت زي ما هو نفس الطريقه اهو، هتكتبي هنا يسري اهي، هتكتبي هنا يسري اهي، هتروحي كاتبه ايه مثلا، وليكن احنا بقى عايزين بقى نضيف بقى عدد، لا اسم الصنف بقى نزوده هنا، هنروح كده عاملينها اقرر تاني نفس الصنف وبنفس ال، ركزي بقى ركزي، احنا عايزين بقى نعملها بشكل مختلف خالص اهي اهو. يسري اهو خد صنف كان عليه 1,000,000 جنيه، رجع في الحديد الزهر ده 500,000 جنيه، ده من الطلبيه بتاع الحديد زهر تمام. وليكن بقى هو خد مثلا نفترض الومنيوم مثلا، صح كده؟ الومنيوم مثلا خده مثلا بتاريخ ومثلا خد مثلا كام مثلا 1,000 كيلو والسعر مثلا 1,000 جنيه، فكده طلع له كام؟ 1,000,000. فهو الراجل ده راح دفع 500,000 وفاضل عليه 500,000 جنيه، 1 2 3 ماشي. ده بالنسبه للفاتوره بتاعت دلوقتي بتاعت دي. طب هو عليه اصلا قبل كده دفعه قديمه. ايوه لحظه ايوه لحظه اهو لحظه كده يسري كده كله كام هنا؟ بصي كده كام عليه؟ 700,000 جنيه في كله كتوتال. طب انت عايزه، هل بقى لو انا وقفت، فانت عايز تفصيله ال 700 صح؟ انا لو وقفت على ال 700 دول هيديني فوق ان دول مثلا 500 من تاريخ. لحظه لحظه ما انا هقول لك اهو، هنيجي هنا كده اهو اهو ده، وهنروح عاملين كلمه ريفرش اهي اهو. يسرى اهو الومنيوم وفضل عليه 500,000 جنيه في تاريخ السداد. هل كده واضحه بالنسبه لك ولا مش واضحه؟ تمام. ما هو يسري خد حديد زهر، ومحمد خد نحاس اصفر، فهماني؟ ويسري هنا راح واخد الومنيوم تاني وبقى عليه 500,000 جنيه. تمام. كمان لو عايزه تظبطيها اكتر ممكن تحطي اسم الصنف هنا، هيبقى يسري عليه حديد ظاهر، رجع من حديد ظاهر 500,000 جنيه، ورجع دولت مش مكتوب لهم اسامي، لا رجع بس حديد ظاهر. طب احنا لو احنا جينا يسري اهو، لو تلاحظي هو مش هو مرجع فلوس لكن مش قدامهم، هو مرجعهم على اسم صنف ايه؟ ايوه فاهم. فلو انا جيت سحبتهم على حديد ظاهر كده وعملت هنا ريفرش اهو، ايه اللي هيحصل؟ ان يوم 1/3 رجع 500,000 جنيه من حديد زهر، يوم 1/4 رجع 100,000 جنيه، يوم 1/5 رجع 200,000 جنيه من حديد الزهر. طب هو كان عليه كام من الاول كله؟ هو دلوقتي فاضل عليه كام؟ 100,000 جنيه. فاهماني ولا طب كان عليه 700 مكتوبين. 700 قصدي يعني هو خد في المتبقي، كان متبقي كان عليه 1,000,000، وراح مرجع ده في حديد الزهر، وراح مرجع 500 في 100 في 200، ادي كده كام بقى؟ 800,000. هو كده عليه 200,000، وعليه بقى 500,000 جنيه تاني من الالومنيوم اهو. فكده بقى عليه كام؟ 700,000 جنيه. 700. هو كتوتال التاجر ده او العميل ده عليه 700,000 جنيه كتوتال، لكن انت عايزه تفاصيل. ايوه بس التفاصيل نبتدي بقى نخش بقى هنا اهي. هنا هتبقى باينه. فاهمه؟ ده انتوا شايفين يا جماعه اللي انا بقوله ده؟ يعني انتوا حاضرين معانا الحاجات دي؟ حد تاني غير مروه بيتكلم معايا ولا مفيش حد؟ يا يسري هو انا فاكره فاهمه ان هي يعني حد عنده اللهم صل على النبي توتال مديونيه، وبعد كده بس يعني في شيء تاني ان هي بتفصص عليها بس هو باسم واحد. بص يا ستي، بص مين اللي بيتكلم معايا عشان بس ابقى انا عارف. ايناس. انا ايناس. بص يا ايناس، بصي هي الفكره كلها ان التفصيله دي بيبقى عايزه تعرف مروه مثلا، عايزه تعرف كل عميل خد صنف قد ايه ومتبقي عليه قد ايه. تمام سامعني كده؟ تمام. احنا ممكن مثلا نزود مثلا ايه، نزود مثلا يعني مثلا ايه paid مثلا، او paid دي يعني ايه؟ يعني اللي دفع الذي تم دفعه، الذي تم دفعه. انا ما اعرفش دي بتتقال ازاي بس انا بقول ايه paid money او amount.
المنتج ده الحديد الزهر ده كان السعر بتاعه 3000 جنيه وهو 1000 حتة يعني 1000 كيلو، فكده 3 مليون جنيه. الراجل ده دفع كام؟ دفع 200000 جنيه. تمام كده يا جماعة؟ وكده اتبقى عليه كام؟ 2 مليون جنيه قصدي اهو من ال 3 مليون. فكده المتبقي كام؟ ممكن بقى نعمل المتبقي اللي هو ده ناقص ده. هنروح جايين هنا، الراجل ده الاجمالي بتاعه 50000، هو راح دفع 30000. وهنا لا لسه، يبقى هنا ممكن نعمل ايه؟ وهنا الراجل ده مليون ألف مليون، فدفع 500000. بصوا يا جماعه، دي حاجه كده يعني هقولها لكم الفكره بتاعتها ازاي. ان كل واحد بيبقى جاي عايز يشتري منتج مثلا، او عايز يشتري مثلا بضاعه، تاجر تمام. فالتاجر ده ما بيدفعش فلوس كاش، بيدفعها على دفعات. سامعني؟ الو، انا سامعه. انا سامعه. فالراجل ده بيدفع على دفعات. من اسهل الحاجات خالص ان هو مثلا ايه، العدد مثلا 1000 وهو السعر ب 3000، فكده 3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه ده الاجمالي. الراجل دفع منهم كام؟ دفع منهم 2 مليون جنيه. فالمتبقي كام؟ متبقي مليون جنيه. صح كده ولا غلط؟ تمام. فالمتبقي 2 مليون جنيه. فممكن مثلا نكتب ايه؟ تاريخ الشراء كان اللي هو مثلا كان يوم مليون جنيه مثلا، يعني مثلا قصدي تاريخ الشراء مثلا كان يوم بالظبط، يعني زي حاجه زي كده. مش لازم نكتب تاريخ الشراء كام يعني، او ممكن نعمل ايه، تاريخ الشراء، تاريخ السداد. تمام، احنا نحطها في تاريخ السداد لان ده اهم حاجه بالنسبه لنا، ان هو خد فاتوره مفيش مشكله، بس اهم حاجه اللي احنا لينا عنده. فالراجل ده لينا متبقي عنده بمليون جنيه. فهو راح، الراجل راح جاي هنا يسري ده اهو في حديد زهر، راح جاي راح حط مثلا من المليون جنيه دولت مثلا سالب 200000. ده في جه يوم 3/1، وراح جه في حديد زهر تاني يوم 4/1، راح رجع 300000 سالب 300 و2 3. وجه هنا راح مرجع كام؟ راح مرجع هنا 150 و2 3. تمام. فالراجل ده يسري ده دلوقتي بقى عليه كام؟ او بقى عليه كام؟ 985000. ليه؟ لان 985000 جنيه دولت اللي هو بيعد الفلوس المتبقيه على الراجل، اللي هو متبقي كام؟ هو كان ليه مليون، رجع منهم نص مليون، وعليه نص مليون كده رجعوا، وبعد كده في نص مليون موجوده، فاكنهم ما رجعوش. انتوا معايا ولا لا؟ وايه السالب المحطوطه دي؟ بس عايزه افهم اللي هو رجعها. يعني ايه رجعها؟ رجع الفلوس. في ايه؟ هو اشترى بالمليون، تمام؟ هو رجع دفع منهم، هو اشترى ب200. هو اشترى ب200، 2 مليون قصدي، فدفع منهم مليون، اصبح عليه مليون كده على جنب. بالظبط. راح مرجع تاني 200000 جنيه. يوم تلاتة. يعني دفع من اللي عليه، قصدك دفع من اللي عليه 200000، دفع من اللي عليه 200 بقى، وبدل ما كانوا كده مليون بقوا 800000 دلوقتي اللي عليه. بالظبط. وبعد كده راح مرجع، وبعد كده رجع دفع من اللي عليه 300. ماشي، بقى عليه 500000 جنيه كده. بعد كده بقى في تاني متبقي عليه 500000. طب ال 15 اللي فوق دي ايه؟ دي 15000 جنيه يا عم، سيبيها خليها زيرو مثلا. كده هو عليه 500. نص مليون من حديد الزهر ونص مليون من الالومنيوم، صح ولا غلط؟ بس كده الكلام واضح؟ ايوه تمام. فكده رجع، فكده الراجل ده التوتال بتاعه مليون جنيه. مليون. طب انا عايز اعرف طيب التفاصيل بتاعته، اروح اعمل او انا ما اجي اكتب السالب لازم؟ نعم لازم. دي بقى سهله، دي سهل. امرها سهل يا بنتي، دي امرها سهل، مش يعني مش وقتها قوي يعني، فاهمه؟ مثلا عايزين بقى نعرف التفاصيل، هنروح دايسين انسرت ما اعرفش ايه. اوكي، العميل اسم الصنف اهو هنحطه هنا، وهنحط تاريخ المتبقي نحطه هنا، وتاريخ السداد نحطها هنا.
ونيجي نعمل دي كده اهو. اهي فكده حديد الظاهر الراجل ده اشترى كان عليه متبقي مليون جنيه، رجع 200 في 300 بقى كده فاضل عليه كام؟ بقى 500 ألف. احنا طبعا عشان انا شلت البتاع دي فانا ممكن ارجعها تاني حته ان انا عايز اهي. بقى الراجل ده بقى عليه 500 ألف جنيه في الاخر، يعني في حديد الظهر عليه 500 ألف. طب وفي الالومنيوم عليه 500 ألف كده. حلوه كده يا مرو؟ مليون. تمام. بس كده يا ستي ادينا كده خلصنا الحته دي. نرجع بقى ونعمل ستوب شير. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ معلش حضرتك، هو ده شرح داله ولا اجابه سؤال حضرتك؟ لا يا خلود، ده شرح حاجه كده كانت زميله لينا كانت عايزه تعرفها، فانا بس وضحتها بس مش اكتر. بصوا يا جماعه، النهارده احنا هنتكلم عن حاجه جميله جدا اسمها بيفت تيبل. بيفت تيبل ده من احسن الحاجات اللي تلخص لك الداتا اللي انا لسه عامل بيها دلوقتي حته تفاصيل الايام. مش احنا دلوقتي قلنا كل واحد عايزين نعرف هو دفع قد ايه في الايام؟ ده اللي لخصت لنا الايام بتاعتنا. انتوا كده سامعيني صح؟ سامعين حضرتك. بس كده. فدلوقتي ان شاء الله هنتكلم على البيفت تيبل وهنقدر نطلع منه شويه داتا ان شاء الله كويسه جدا. انا هقفل الكاميرا اهو ونعمل شير 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 شير. يا يسري حضرتك كده بتسجل يا باشمهندس؟ انا بسجل اهو، التسجيل اهو. تمام. بصوا يا جماعه اللقطه دي حلوه قوي. لما احنا بنيجي نعمل هنا ميرج، الميرج ده لما نيجي نعمل عليه فلتر مش هيتعمل على الميرج نفسه، يعني ما بيتعمل ميرج دي يا جماعه اللي هي دمج الداتا. ولما اجي مثلا لو انا جيت عملت، لو انا باجي اسحب مثلا في الكولوم رقم سي واطلع لفوق هتلاقي الداتا كبرت، صح كده يا يسري؟ هتلاقي الداتا كده. فايه بقى الحل بقى؟ بصوا بقى الحل ايه؟ ان احنا نفك الميرج ده ونروح معلمين البتاع دي كلها وندوس عليها كليك يمين فورمات سيلز ونيجي عند الاينمنت، نيجي عند حاجه اسمها سنتر اكروس سيلكشن وندوس اوكي. كده بقت مجموعه البنك الاهلي موجوده. بس لو طلعت فوق يا يسري بص هتلاقي مفيش ميرج. هو انت بس ظبطت نقطه الكتابه بس. جميل على فكره، دي كده احسن بكتير. بصوا بقى يا جماعه، يا ناس انت معايا يا ناس؟ معاك. بصي يا ناس، دي شويه داتا لو تيجي تبصي عليها كده، ده عباره عن كود الطلب. على فكره يا مروه ده نفس الفكره بتاعه الريبورت اللي انت كنت بتقولي عليه اهو. اهو بالظبط اهو. بص ده كود الطلب، ده الوكيل، ده الواجهه اللي رايحه فين، الكميه قد ايه، النوع ايه، تاريخ الشحن، تكاليف الشحن، تكلفه البضاعه، ده كل ده. ما اسهل ايوه من هناك. نعم، مفصله اكتر من هناك واسهل بالظبط. انا بقى عايز اسالكوا سؤال بقى، انا عايز الخص شويه حاجات. يعني انا هبتدي انا الاول، انا عايز انا كمحمد تحسين عايز اعرف كام منتج، كام تكاليف الشحن لكل وكيل، يعني كل وكيل بيكلف شحن قد ايه. فانا هروح اعمل هنا انسرت بيفت تيبل وهروح دايس اوكي وهروح الوكيل احطه في الرو. الرو دي يا جماعه يعني اللي هي الصفوف. تمام. واروح عامل تكلفه الشحن، تكاليف الشحن هنا، تكاليف الشحن حتى بالصم يعني بتجمع. بصوا بقى يقول لك ايه بقى، نظبطها بس كده عشان هي ما بتتظبطش قوي اهي. اظبطها بس اللي هي بفرق الالوفات عن الميات اهي. بيقول لك ان الاهرام التجاريه بتدفع تكاليف شحن 15000 جنيه، والباز للاعمال التجاريه بتدفع 16000 جنيه، والشام وخليفه وسمير واخوانه بيدفعوا ارقام كده خياليه. حد عنده فكرة تانية نقدر نطلع بيها داتا تانية؟ حد فهم أنا عملت إيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش
ممكن حضرتك تعيد تاني ازاي طلعنا الداتا دي اصلا؟ بص يا ستي، بص يا ستي، احنا هنعمل ايه؟ هنعمل لقطة حلوة جدا. انا عايز اعرف مثلا، معلش انا همسح دي بقى كده. بصوا يا جماعة، انا عايز اعرف مثلا الفلتر ده، يعني مثلا عايز اعرف مثلا الاهرام التجارية دي بتعمل كام تكاليف شحن. بصوا كام تكاليف الشحن ايه اللي هي ايه، تلاقي بصوا 900 و700 و600 معرفش ايه. فانا عايز الخصهم كلهم في قد ايه، فاهمين قصدي؟ يعني انا عايز ايه، اطلع الاهرام بس لوحدها بتدفع تكاليف شحن قد ايه، فهمتوا؟ فهنيجي بقى نعمل ايه، بصوا بقى، هنروح جايين هنا وهنروح دايسين insert pivot table، هنروح دايسين عليه وهنروح دايسين اوكي، وهناخد الوكيل هنحطه في الرو. الرو دي يعني اللي هي اللي هي الصفوف اهي، وهنحط تكاليف الشحن اهي. فبقى كده ايه، بقى كده ان الاهرام التجاريه دي بتدفع 15800 دولار في شحن، في تكاليف الشحن بتاعتها على مدار السنه مثلا، ولا على مدار المده دي، المده من كام لكام، من اول شهر يناير لحد اغسطس. من اول شهر يناير لحد شهر اغسطس دفعت حوالي 15000 جنيه. حد فاهم حاجه؟ تمام تمام. طب بصوا يا جماعه، طب احنا عايزين نفصل الموضوع اكتر، نخليه تفصيل اكتر. طب احنا عايزين نعرف كل شهر دفع كام. في حاجه اسمها هنا تاريخ الشحن اهو، هنروح ساحبينه ونحطه هنا. فقال لك بقى ايه، الاهرام التجاريه اهي بتدفع في شهر يناير 626 جنيه، وفي شهر فبراير 2030، وما اعرفش ايه، وفي الاخر خالص دفعت 15000 جنيه. هل الكلام كده واضح؟ واضح كده. دي كده كده بقت تفصيل اكتر. حتى كمان يجي يقول لك ايه، ان شهر يناير توتال شهر يناير كله في الشركات دي كلها دفعوا 24000، توتال شهر فبراير 25000، وهكذا. معلش يا تحسين، اعمل زوم ان بس. حاضر حاضر اهو. فاهمين كده يا جماعه؟ كده بقت واضحه اكتر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تمام يا باشمهندس، تمام. انا عايز كده كده كبرت يا باشمهندس. بص يا باشمهندس، بص يا جماعه، من غير دي، بص من غير دي كانت كل شركه بتدفع قد ايه، صح كده؟ دفعت قد ايه كتوتال مجمل، يعني كل شركه دفعت قد ايه تكاليف شحن من اول شهر يناير لحد شهر اغسطس، صح كده؟ انا عايز حد يا جماعه يبقى معايا بالله عليكم. تمام صح كده؟ تمام. طب انا دلوقتي عايز اجيب حاجات مفصله اكتر، يعني نفصل المواضيع اكتر. لو سحبت تاريخ الشحن في الكولوم، الكولوم ده يا جماعه اللي هي ايه، اللي هي العمدان، فاهمين؟ فباخد تاريخ الشحن اسحبه في الكولوم. فهو جاب لي بقى ايه، ان كل شركه بتدفع قد ايه في الشهر كمصاريف شحن. هل الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ طب هل فهمتوا يا جماعه؟ واضح يا باشمهندس. حد تاني؟ حد تاني غير صبرا؟ تمام. لا خليكم معايا بالله عليكم، يعني مش محتاج ان اقول لكم، يعني تخليكم معايا بالله عليكم، ماشي؟ تمام. طب تعالوا نعملها في حاجه تانيه. حد يطلع لي حاجه نقدر نلخص بيها الداتا الكتير دي؟ الجدول؟ بيفيد برضو؟ يعني مثلا انا طلعت ان كل الشركات دي بتدفع تكاليف شحن، التكلفه النهائيه، التكلفه النهائيه، التكلفه النهائيه. تعالى ندفع التكلفه النهائيه، يعني كل ممكن نعمل برضو الوجهه برضو، نعرف قد ايه كام دوله بنشتغل معاها. بالظبط، جدع، حلوه دي. نخش على التكلفه النهائيه ونخش على الوجهه. يا بنات افتكروا لنا، يعني ابتكروا لنا افكار ثانيه. هنيجي نعمل هنا انسرت اهي، وهنروح دايسين بيفت تيبل، وهنروح دايسين اوكي. البيفت تيبل ده لو تلاحظوا اهو، علم اهو زي مربعات منقطه اهي على على الداتا كلها، خلاص. ونروح دايسين اوكي. التكلفه النهائيه من ناحيه ايه، من ناحيه الوكيل. الوكيل هناخده في الرو. الرو يعني اللي هي الصفوف. ثواني بس نكبر الكلام ده شويه، لحظه. انا عايز اعمل هايد، مش عارف اعمل هايد. ابتدي مضايقني اهو، مش عارف هايد فلوتنج. ايوه اهي بالظبط. بصوا يا جماعه، اهي
احنا جبنا الوكيل اهو وحطيناه في الرو، يعني الرو يعني الصفوف. وهنيجي تكلفة البضاعة النهائية او تكلفة النهائية نحطها هنا في الفاليو اهي، ونروح عاملين بس كده نمبر فورمات عشان ايه نفصل بس الالوفات عن الميات اهي. اهي بقت مثلا شركة زي دياز دي التكلفة النهائية بتاعت البضاعة بتاعتها 193,000 دولار في خلال السنة كلها. الاهرام التجارية 238,000 دولار. طب احنا عايزين نعرف هل في تاريخ السداد، التكلفة النهائية، تكلفة البضاعة؟ لا لا، في في نجيبها ممكن من تواريخ الشحن اهو، نحط تاريخ الشحن اهو فوق اهو اهو. بصوا يا جماعة الموضوع وسع ازاي، يعني مثلا من اول شهر يناير لحد شهر اغسطس ان شركة الاهرام دفعت 5,000 جنيه كتكلفة للبضاعة كلها، يعني كل البضاعة اللي دفعتها في خلال الشهر ده كانت 5,000 جنيه و 5,000 دولار. وفي شهر يناير، في شهر قصدي فبراير 38,000 دولار، 39,000 في ابريل، وهكذا. هل الكلام كده واضح يا بنات ولا لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هو معلش يا جماعه، هو احنا انا ليه سامع صوت صرصور الحقل؟ هو مفيش حد تاني غير صبره ويسر بيشتغل معايا؟ هو حضرتك عندك الجدول دوت، ولما بتنزل في الكولم بتحدد مثلا عايز تاريخ الشحن، بيطلع هو جدول اوتوماتيك يحسب على مدار اللي هو التاريخ بتاع الشحن ده اللي ماشي. انا فاهماه. ايوه خليكي بقى معايا بقى لحظه، خليكي معايا بقى لحظه. بص يا ستي، احنا ممكن بقى نزود حاجه تانيه. احنا قلنا ايه التكلفه النهائيه، جه صبر راح قال لك ايه، قال لك احنا عايزين نعرف كل وكيل بيشتغل مع كام دوله، كل وكيل بيشتغل مع كام دوله، تمام؟ فهنروح جايين نقول ايه، هنروح دايسين انسرت بيفت تيبل، البيفت تيبل اهو علم على الداتا كلها، ونروح دايسين اوكي. الوكيل اهو، تمام. الواجهه فين؟ الواجهه اهي. بس الواجهه لو انا جيت حطيتها هنا، لو تلاحظ كده يا صبره، بص ايه اللي مش هينفع، مش هينفع في الفاليو، صح؟ عشان مش هينفع تعد الفاليو ده جمع، الفاليو ده جمع بالظبط. فهنروح نعمل نعملها ازاي بقى، هنروح عاملينها هنا كده، نحطها في الكولم بالظبط اهي. وبعد كده، وبعد كده هنروح واخدين برضو الواجهه تاني تحطها في الفاليو. يا عم يسر انت معانا ولا ايه يا اسطى؟ طب ليه طيب حاططها حضرتك في الفاليو؟ بص هقول لك انا ليه، لان انا لما جيت حطيت الواجهه في الكولوم مفيش حاجه، مش هتطلع لي ناتج، ايه ما طلعتليش ناتج. فانا عايز حاجه اعرف انا اشتغلت كام واجهه في خلال السنه، فاروح واخد الواجهه دي تاني هتتعرض ككاونت ايه، كاونت. طب معلش اعرف الحاجه تبقى تنفع كولوم ولا فاليو ازاي، يعني مثلا الداتا. بصي اسمعيني، هي من الاخر، بصي بصي، البيفت تيبل ده مكون من اربع حاجات هنا اهو، الفلتر دي، ودي ما حدش بيستخدمها كتير بصراحه خالص، مكونه من كولوم وفاليو ورو وفاليو. الكولوم اللي هي دولت، الكولوم دي اللي اسمها دي كده اسمها صفوف، تمام، قصدي اعمده، تمام، دي اسمها صفوف، تمام كده الكلام واضح، تمام. ناقص بقى حاجه واحده، ناقص اللي هي ايه، الفاليو، النتائج. يعني بصي، عارفه انت في الرسم البياني يقول لك الاكس والزد او الاكس والواي، اللي هو ايه، عمود الاكس وعمود الواي. انت حددتي الاسامي بتاعتك اللي هي الوكلاء، وحددتي الواجهات، فانت بقى محتاجه الفاليو، الفاليو او القيم او الناتج هنا، فتروح عامله ايه، تروح واخده الواجهه تحطيها هنا. فكده مثلا شركة دياز دي لو تلاحظ يا صبر اشتغلت مع المغرب 15 مرة. طب عايزين نتأكد، تعال نرجع لورا هنا ونجيب شركة دياز اهي، ونجيب شركة دياز اهي، ونعلم اهو. بص لو تلاحظ هي مش شغالة غير مع المغرب اساسا، يعني اشتغلت مع المغرب 15 عد اهو، 15 اهو، فاهمني؟ تمام كده الكلام واضح. يعني هو، يعني هو بيحسب اوتوماتيك، يعني انا بس بحدد الحاجه بالظبط. بصي بصي اقول لك على حاجه، البيفت تيبل ده حلاوته، حلاوته ان هو ده يا جماعه، ده بيحسب الحاجات كلها اوتوماتيك في لحظه. يعني مثلا لما اجي اقول لك مثلا وليكن انا عايز اعرف، انا عايز اعرف شركه الاهرام دي شغاله مع كام دوله، انت هتروحي عامله ايه بالبلدي كده، هتروحي جايه هنا مشغله مفلتر على الاهرام، وتشوفي هنا الاهرام شغاله مع مصر بس. طب لو افرض بقى عامل هذا
وعمل هذا اللي بقى الحاجات. بالظبط. هتقعد تمسك، بصي هتقعدي تمسكي الباز للاعمال التجاريه شغاله مع السعوديه، مثلا الشام للتجاره شغاله مع سوريا. بصي تحس ان هي شلل، انت عشان تشتغلي الشغلانه دي. نكمل بس تسجيل يا استاذ تحسين. اه بالظبط اهو. اهو بصوا يا جماعه، اهو بصوا يا جماعه، لما تيجي مثلا، انتوا كده شايفين تمام اهو كده جت. انا عايز اعرف مثلا انا عايز اعرف كام وكيل بيبعت لكام مصر، لانهي دوله. بصوا لو انا مثلا عايز اعرف محمد ابن يعني مثلا كل وكيل كام دوله، بصوا هتيجوا هنا هنمسك بقى كل وكيل، اهرام دي بتشتغل مع كام دوله، مع مصر. طب بعتت لمصر قد ايه؟ 15. طب مثلا تعال نمسك مثلا دياز دي بتبعت ليه المغرب كام؟ 15، وهكذا. موضوع مؤلم. لكن بصوا بقى، تعالوا بقى ممهلكم بقى بالبيفت تيبل. بصوا انا اهو انا همسح كل البيفت تيبل اهو. بصوا اهو، احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا هنعمل فلتر 1 2 3 وهكذا. هنروح جاي بقى، بصوا ركزوا، واحد انا هبتدي اهو اهو، الوكيل، الواجهه كده. خلصت، ما كملتش 5 ثواني. فاهمين قصدي ايه؟ يعني الموضوع اتلخص في 5 ثواني. انتوا سامعيني صح؟ واضح الصوت واضح. انتوا ايوه حاضر سامعين. فاهمين قصدي ايه؟ يعني البيفت تيبل ده لخص داتا عملاقه في 5 ثواني. فهمتني؟ مروه انت معانا؟ ايوه بس بحاول اجمع، لان حاسه الموضوع كبير مش عارفه ليه. الموضوع كبير ليه؟ بصوا يا جماعه، البيفت تيبل عباره عن 3 حاجات، اللي هو ممكن اقول حاجه يا باشمهندس استاذ محمد، ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. احنا ممكن برضه نوضح للشام، احنا ممكن ندوس على المربع جنب كل نوع، مثلا على كلمه النوع دوت، ان لو دوست على المربع ذات نفسه هو بيوجه ذات نفسه على الرو او الفاليو او الكولم. أيوة بس لا، هو اوتوماتيك بتاعه ان هو بيوجه على الرو، على الرو بالظبط. يعني لو دوست كود الطلب بص ايه اللي يحصل؟ راح على الرو. لو دوست مثلا على النوع راح على الرو، هو اوتوماتيك بيروح على الرو. بس انت بقى يعني بتوجه. يعني انا دلوقتي عايز اعرف كل وكيل بيتعامل مع الدوله، وبعت لكل دوله كم منتج. فانت هتمسك هنا الوكيل تحطه في الرو، وهتمسك الواجهه تحطها في الكولوم. بصوا بقت هنا ادي 1 وادي 2، دي اسمها كولوم يعني عمدان، اللي هي دي اسمها كولوم، ودي اسمها رو يعني صفوف. كل اللي علينا بقى ان انا هسحب الواجهه دي احطها في الفاليو اللي هي الناتج. فعندك دياز دي اتعاملت مع المغرب 15 مره، 15 شحنه اتبعتت للمغرب. طب بقول لك ايه يا يسري بقى، وبقول لك ايه يا مروه، ايه رايكم نزود الموضوع، يبقى الموضوع معقد اكتر او بتفاصيل اكتر؟ بس خدوا بالكم اللي انا هعمله دلوقتي هيكبر الموضوع شويه. لو انا جبت هنا تاريخ الشحن وضفته هنا، بصوا ايه اللي هيحصل. تعالوا بقى بصوا بقى نشوف ايه اللي هيحصل. ده الفرح، ده فرح بقى، ما هي دي فرح للاسف. بصوا بقى يا جماعه، شركه دياز بتتعامل مع الامارات، شركه قصدي خليفه دي اللي هي الناتج اهي في الخليفه، اهي خليفة بتتعامل مع الإمارات اهي. بعتت للإمارات في شهر يناير 3 شحنات، بعتت في فبراير شحنة، بعتت في مارس شحنة، بعتت في جون 3 شحنات، بعتت في 8 3 شحنات. حد فاهم حاجة؟ تمام واضح. بصوا بقى، ما هي كل بقى واحدة وهتجيب بقى الناتج بتاعها. شركة محمد بن سعلو دي اهي بتتعامل مع البحرين، في شهر يناير بعتت لها شحنتين، في شهر فبراير بعتت لها 3 شحنات، في شهر مارس بعتت لها شحنتين. حد فاهم حاجه من اللي انا بعمله ده ولا لا؟ فاهمه تمام. الموضوع بقى معقد اكتر. بصوا لو تلاحظوا، خليفه للتجاره دي بعتت 17 شحنه للامارات، ودي التفاصيل بتاعتها. هل كده الموضوع واضح كده يا مروه؟ يعني 17 مرة بس هم متفصلين ده. ايوه بالظبط، ما انا عشان ضفت، التاريخ. فين كلمة بقى الإجمالي ان انا فهمت منه؟ توتال خلاص. تمام كده، حتى عاملين في الإجمالي مكتوب فوتو مختلف. كده الكلام بقى واضح كده يا يسري؟ يا إناس، يا هند، تمام كده؟
اه فاهمة حضرتك. لما ضفت يعني كذا أيقونة بعديها يعني التاريخ. هو بصوا يا جماعه، انا قلت لكم ان التاريخ ايه هيكبر الموضوع. طب لو انا شلت التاريخ، بصوا لو انا باجي اشيل التاريخ كده كده رجعت تاني، شركه الاهرام 17 واحده، او شركه خليفه للتجاره 17 قطعه. طب انا عايز اعرف التفاصيل بتاعتها ايه، اروح واحط التاريخ الشحن هنا بس، هي لوحدها ضربت لوحدها. يعني الخليفه اهي 17 شحنه، بعتت شهر 8 او اوجست اهي، بعتت 3 شحنات، في شهر 5 بعتت 4 شحنات. هل الكلام واضح؟ تمام. تمام. طب ممكن يا بنات، من غير بقى الناس اللي بتتفاعل معايا، حد يطلعني حاجة تانية؟ مروة طلعيني انت كده حاجة كده من اللي قلبك يحبها يعني، او انت يا هند قولي لي يعني. ممكن الكمية كمية تكلفة البضاعة، البضائع، تكلفة التكلفة البضائع، النهائية، التكلفة النهائية تكلفة بتطلع لها. البضائع. البضايع، البضايع فين البضايع؟ قبليها الاتش تكلفة. ايوه بالظبط الاتش، صح جدع. تعال نجيب البضايع. بص هنعمل ايه، هنروح واقفين في اي حتة في الجدول، وهنروح دايسين كلمة انسرت بيفت تيبل. هتلاقي البيفت تيبل علم اهو زي مربع بقى يعني مقطع ده كده، الشرط دي. اه الشرط دي، ندوس اوكي. الوكيل تمام، قال لك ايه، احنا قلنا ايه، تكلفة البضايع اهي، البضايع تكلفة البضاعة. تكلفة البضايع فين اهي، تكلفة البضايع هنروح ساحبينها في الفاليو اهو. ايه اللي حصل دلوقتي؟ تعالوا بقى كده نكبر كده بس الكلام شوية، ونفصل بس دي اهي. تعالوا تكلفة البضايع دياز، تكلفة البضايع بتاعته التوتال 182,000 جنيه. الاهرام التجارية تكلفة البضايع بتاعتها في من اول شهر واحد لحد شهر 8 222,000 جنيه. طب بقول لك يا مروة، بقول لك يا هند قصدي، ممكن نقول المسدد بقى، مين سدد ومين ما سددش. لا بقى استني بقى، احنا ممكن نعمل ايه بقى يا استاذ، ممكن نحط فيها برضو تاريخ الشحن. عايزين ايه، نوسع البتاع. بس انتوا خدوا بالكم، اول ما هضيف تاريخ الشحن هتلاقي الدنيا كبرت قوي. بصوا اهو، عشان بيجي كل شهر لوحده. اهي بصوا اللي حصل، ان شركة الاهرام هي توتال الفلوس بتاعتها، توتال تكلفة البضائع بتاعتها 222,000 جنيه، بس بقى على كل شهر. يعني شهر يناير 4,600، شهر فبراير 36,000، شهر مارس 36,000، وهكذا. هل الكلام كده واضح يا بنات يا شباب؟ اه تمام تمام هي تعال. كبرت عشان كل شهر جه لوحده. بالظبط. بصي بقى مروة، الحتة اللي جاية دي حلوة، تكلفة البضاعة المتبقية. معايا مروة؟ ألو حاجة مروة، فين يا وأنا ببعت فين؟ ايوه. انت معايا؟ بص يا ستي، تكلفة البضاعة المتبقية كل واحد ليه كام؟ وبصي بقى تاريخ السداد، ركزي، او ممكن نجيب المسدد وتاريخ السداد بتاعه. تمام. تعالي بقى هنروح عاملين هنا انسرت بيفت تيبل اوكي. هنروح جايبين الوكيل نحطه في الرو، الوكيل ده نحطه في الرو اللي هو الرو دي اللي هي ايه، اللي هي الصفوف. وهنروح جايبين المسدد ده نحطه في الفاليو اللي هي تطلع نتيجه. وهنروح جايبين تاريخ السداد ده نحطه في الكولوم عشان يجيب لنا طب والله كويس والله، ده هو، لا ده قسمها لنا، ده لو دوست كده هتكبر اهي، ولو دوست كده هتكبر. بس انا مش عايزها كوارتر، اي كوارتر موجوده يعني، نشيل الكوارتر دي ونشيل اليرز نخليها في تاريخ السداد وخلاص. اهي بصوا يا جماعه اهي، بصي بقى يا ستي بقى كده يا استاذه مروه، ايه اللي حصل دلوقتي؟ الو وفصل، ثواني بس نكبر بس دي عشان دي انا ما فصلتهاش. اهي ايه اللي حصل يا ستي دلوقتي، اللي حصل ان احنا المسدد المفروض يتسدد في اللي اتدفع في شهر يناير من شركة الاهرام 19,000 دولار. يعني الاهرام جت في شهر يناير كان عليها تاريخ سداد، يعني زي دفعة كارد ولا فلوس كانت واخداها، ولا بضاعة كانت واخداها ومفروض تدفع ثمنها. فاهمة دي يا مروة؟ عشان انت اكتر واحدة تبقى فاهمة الحتة دي. يعني ال 19 دي المتبقي من الفلوس اللي عليها، هي كانت ايوه بالظبط، هي كان عليها فلوس فجت دفعتهم، فالراجل كتب التاريخ اللي هو المسدد.
اللي هي الفلوس بتاعته في تاريخ في شهر يناير كده، الكلام واضح؟ اللي دفعته في شهر يناير 19 مليار او 19000 دولار، بعد كده في شهر فبراير دفعت 46000 دولار، وهكذا. تمام، وده بقى ينطبق على الكل. هل يا جماعه حد عنده افكار تانية؟ طب ممكن يا استاذ محمد نجمع كل دوت يكون في جدول واحد، نحط مثلا الكميه مع التاريخ، نوسع الكلام ده. انت برنس يعني، انت قريت ال... هو انا كلامي يعني، هو انا افكاري جايه لك ولا مش فاهم؟ كويس كويس، انا باكل تانا لسه هبتدي فيه دلوقتي. بص احنا عايزين يا جماعه نربط كذا حاجه في البيت يعني. مثلا مثلا قول لي انت صبرك كده فكره من عندك استاذ محمد، قول لي مثلا طيب عندك هتعملها ازاي. طيب هنختار اول حاجه ندوس انسرت. لا لا لا، قول لي الافكار الاول وبعد كده الافكار. طيب هنختار حضرتك، هنشوف الوكيل. ماشي، هو اول حاجه هنشوف الكود بتاعنا والوكيل بتاعها، وبنتعامل بناخد قد ايه كميات طلعت من كل كود وراحت لكام وجهه، والتاريخ بتاعها والتكلفة بتاعتها. هنحط كل الكلام دوت في البيفت تيبل. انا عارف ان مجالك هيبقى كبير. انت معانا يا عم يوسف انت في الموضوع دي؟ ماشي كمل كمل. المجال هيبقى كبير بس ماشي. بصوا بقى يا جماعة، بص يا مروة، عشان بص يا هند، بصوا يا ناس، معلش انا اسف، بس انا ناس كتيرة معلش، وفي اجياد اجياد وفي ناس وهند وفي خلود وعلا ورحاب. يا جماعه بعد اذنكم يعني يعني الناس تتفاعل. بصوا بقى يا جماعه، اللي كان بيقول له حاجه صبره ده ضرب نار. بمعنى ايه؟ ان هو عايز يجيب، نبتدي الاول بايه؟ بالوكيل. عنده كام كود؟ يعني عدد الاكواد اللي عند الوكاله دي كام كود؟ وهل نوعها كويس ولا لا؟ وكميتها كام؟ وراحت لكام بتاع ده؟ وبتاريخ شحن كام؟ يا نهار اسود. بص لا، هو انا مش هينفع اضيف تاريخ الشحن، لان لو ضفت تاريخ الشحن هتضرب نار. فخلينا ايه الحاجه، ممكن حضرتك ممكن نحطها في الفلتر. ممكن نخلي الاربعه دول جدع، صح، حلوه دي، ممكن نحطها في الفلتر او ممكن نقلبها كوارترات. هقول لك الكوارترات دي ازاي. بص هنعمل اول انسرت، بسم الله الرحمن الرحيم بقى، ونقول الكلام الكبير الراجل بيقوله ده. هنجيب الوكيل نحطه في الرو، تمام اهو. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك كام كود عند الوكيل ده؟ هنروح ساحبين الكود في الفاليو، بالفاليو صح. قال لك كل كود، كل واحد ليه كام كود، تمام كده؟ تمام كده يا رجاله؟ تمام تمام. بعد كده راح قايل لي ايه؟ قال لي طب وواحد لكام واجهه؟ يعني الاكواد، يعني كل، يعني هو اتعامل مع كل كود في كام واجهه. هنروح ساحبين الواجهه ونحطها هنا في الفاليو، بس كده. لان انت لما هتلاقي، بص تلاقي هم كلهم زي بعض على فكره، لان كل كود بدوله واحده. يعني ما تلاقيش مثلا، عارف يا صبره تبقى امتى؟ لما تلاقي الاهرام التجاريه دي حاطه يعني الاكواد دي متشابهه ولا لا. ثواني كده نشوف كده، الاكواد دي متشابهه؟ مفيش ولا كود متشابه. يختلف بقى استاذ محمد لو غيرنا البلاد مع يعني لو غيرنا البلاد. لو غيرنا البلاد صح كده، لان لو تلاحظ كل كود يعني رايح للبلد، يعني كل كود منفرد لدوله واحده بس. بالظبط. لا هي الدوله، هو بيتعاملوا مع كذا دوله، بس كل شحنه بكود مختلف. تمام تمام، هنروح عاملين دي كده عشان في مصر ليها كودين اهو. لا بصي، يعني مثلا الاهرام التجاريه دي، بصي اهي الاهرام التجاريه، لو تلاحظوا يا جماعه كل كود مختلف عن الكود اللي قبليه، مفيش كود شبه التاني. فتلاقي عندك وبتتعامل مع مصر، وبتتعامل مع مصر بس. لو انا عارف يعني مثلا تلاقي 18 كود ب 18 مصر، فهمتني؟ عارف بقى لو انا حطيت كود زي ده شبه بعضه، هتلاقي مثلا يعني ده مثلا ده مع ده، هتلاقي دولت 17 كود بس دولت 18 مصر، يعني في كود راح مرتين لمصر. الموضوع معقد شويه بس سيبك بس من دي. بصوا بقى يا جماعه، دي احنا قلنا ايه؟ كل يعني احنا قلنا ايه؟ كم بضاعة الكود ده يا جماعة، كود الطلب ده اللي هو زي اسم الصنف، حديد، ألمونيوم، حلل، مثلا بضاعة مثلا زي مكرونة، طماطم، قمح، الكلام ده، ده اسمه الكود. والواجهة اللي هو راح لكم واجهة، احنا قلنا ايه تاني يا صبر؟
والنوع نجيبه كم نوع. فبص بقى النوع بقى هيبقى عامل ازاي يا صبره بقى، دي مصيبه سودا بقى. بص بقى يا نجم، هنروح النوع بقى ده لا اله الا الله، نروح حاطينه هنا. بص بقى الدنيا كبرت. بص بقى ركز بقى كام. قال لك ان شركه الاهرام دي بعتت 5 تكواد جيد. بص حضرتك، انا اسف يعني لو بتكلم، لو بحب اجي اشتغلها بشتغلها رو، ما بشتغلهاش كولمز، مش عارف صح ولا غلط. يعني ايه رو كولم؟ فاهمني؟ يعني مثلا لو حضرتك انت اخترت النوع حطيته في الكولم، انا بشتغلها رو. بس دي هتعمل افكار كتير. هو بص يا جماعه، هو بيقول ان النوع ده لو انا حطيته هنا، ركزوا كده ايه اللي هيحصل. بصوا اللي هو بس لا، بس هي دي مش هتبقى مقريه كويسه يا صبر. عارف ليه؟ طب ليه؟ لان ما في، انت عايز كل وكيل لوحده. بص انت كده تقعد تنزل الوكاله لتحت، انت عايز الوكاله تبقى كلها مترصصه هنا كده، وكل حاجه مترصصه على يمين كده، فاهم قصدي؟ تمام. هل دوت بيبقى افضل ولا بالكل؟ أيوة كله كله. لا، اللي انا بقول لك عليه افضل، اللي انا بقول لك عليه افضل. بص هنعمل ايه بقى. بص اهو، يعني مثلا اهو دي الاهرام جيد جدا. بص يا جماعه، بعتت 5 تكواد، النوع بتاعها جيد جدا. طب احنا عايزين نعرف الدول، هنروح واخدين الدوله دي كده. بص بسم الله الرحمن الرحيم بقى كده، نحط دي كده، هنروح واخدين الواجهات اهي، حطها هنا. بسم الله، الله اكبر. بص بقى معلم، بالصلاه على النبي كده، بالصلاه على النبي. قال لك ايه؟ قال لك ان الامارات دي راح لها ست، الخليفه ده، الخليفه للتجاره، بعت للامارات اهي، الامارات اهي 6 اكواد الفرز بتاعهم جيد، وبعت للامارات تاني 4 اكواد بس جيد الفرز بتاعهم، وبعت للامارات تاني 7 اكواد بس ممتاز. هل الكلام كده واضح ولا ايه؟ ايوه واضح. بصوا يا جماعه، احنا كل ما بنقعد نخش في تفاصيل، احنا ممكن نلون ال، اتفضلي، ممكن نلون الحاجات دي عشان تبقى ظاهرة اكتر. يعني ايه نلونها زي؟ فاهمين يعني العواميد مثلا الامارات نعملها بلون غير الرصاصي ولا دي ملهاش دعوه؟ لا ده التوتال، ده توتال. لا تمام، ده توتال كل حاجه. يعني مثلا الخليفه ده بعت 17 كود الامارات. معايا يا مروه؟ مروه 7 ممتاز و4 جيد جدا و6 جيد. بالظبط، جدع 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 يا هند، بصراحه اريا كويس. يا صبرا، هل عندك عايز تزود تاني يا حبيبي؟ في كتير طبعا، بس الموضوع يبقى هو جميل، بس هيبقى بس مستفز. طب ايه رايكم نزود ايه تاني بقى؟ يلا ها. طب ممكن حضرتك ممكن نعمل نفس الحاجه تحتيها بالظبط، يعني نعمل بيفت تيبل تاني في نفس المكان، ناخدها كوبي. لا لا لا، بص احنا نخليها كده، اسمعني، احنا نخليها كده. اللي انت بتقول لي عليه ده المحاضره الجايه. اوكي، ده اللي انا هشرحه بقى في التقارير وفي الرسم البياني. بصوا يا جماعه، انتوا كده سامعيني ولا لا؟ ايوه. لا مش انت يا هند، انت خلاص، انا خلاص مش خايف عليكي او مش قلقان عليكي. الباقي بقى ايه اخباره؟ لا انا بتكلم على ان الصوت واصل والله. لا لا لا، الباقي ايه اخباره؟ انتوا معايا في اللي احنا بنحكي فيه؟ تمام. طب استاذ محمد، ممكن تدخل لهم التنميه والتكلفه لا اله الا الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. مش هتجيبها البر، بس عينيا ليك، عينيا ليك. نروح بقى هم هيستمتعوا بالحاجه دي. ما هم، هو على فكره هو باين عليهم السكوت الهادي ده كده، ده استمتاع لوحده اساسا، لان انا حاسس ان هم، يا جماعه انتوا معايا؟ ماشي. بصوا يا جماعه، ممكن مثلا نروح مزودين عليهم مثلا ايه؟ حضرتك بقى حط لهم الكمية. الكمية مثلا، الكمية نحطها هنا. بص ايه اللي هيحصل؟ هتضرب. يا نهار اسود. لا اله الا الله. ده بص بقى الفرق بقى، ده الموضوع جامد جدا. بيقول لك ايه بقى يا معلم؟ بيقول لك ان الخليفة دي بعتت 6 كواد جيد للامارات اهي، فوق اهي. والكميات بتاعت الاكواد دي 6955. ثواني يا جماعة معلش، انا هضطر ان انا افتح الفيديو. بصوا يا جماعه معلش، عشان الحاج صبره ده يعني سخنني شويه وحمسني شويه. ركزوا في اللي انا بقوله، ان شركه الخليفه دي بعتت 6 اكواد. 6 اكواد، بصوا يا جماعه، اكواد دي اللي هي مثلا ايه؟ الكود ده اللي هو مثلا
ايفون 13 برو تمام. هو ده كود واحد، ده كود بس بعتت منه كمية 100 كمية 100 قطعة او 100 موبايل، فاهمين قصدي؟ تمام ايوه ماشي تمام. فهم بعتوا 6 اكواد من الخامة او الفرز اللي هو جيد جيد ده للامارات تمام. الكمية بتاعتهم كام؟ قال لك 6955 قطعة. يعني هما بعتوا 6 منتجات او 6 موديل، يعني مثلا ايفون مثلا برو، ايفون معرفش ايه، سامسونج معرفش ايه، حوالي 6 موبايلات بس، باع 6 موديلات بس، بعتوا من الست موديلات دولت 6000 قطعة، فاهمين؟ تمام تمام. وراح تمام. ايه قال لك بقى ايه، وبعتوا من الكود اللي هو جيد جدا 4 موديلات 4 صنف، الكمية بتاعته 3800 قطعة. الموضوع بقى كبير قوي يا استاذ صبر، الموضوع بقى كبير قوي. حط لهم بقى حضرتك بقى القيمة بتاعتها بقى. تعال نزود القيمة، تعال نقفل الكاميرا كده ونزود القيمة. تكلفة البضايع، تكلفة البضاعة، ونروح حاطين تكلفة البضاعة اهي. بسم الله ادي جامد بقى. بصوا بقى يا جماعه ده كل بصوا يا جماعه ده الكود ده الحاجات بتاعه الامارات. بص بقى بيقول لك ايه، بيقول لك ان الخليفه دي، ما احنا ماسكين الخليفه، هو ده المصيبه السوداء بتاعتنا. بصوا يا جماعه ان الخليفه ده، الخليفه بعت 6 اكواد من النوع جيد، الكميه بتاعتهم 7000 كود، 7000 كميه، وتكلفة البضاعة بتاعتهم 84000. طب اقول لك ايه يا عم صبرة بقى، عشان ايه بالصلاة على النبي كده، احنا ممكن نزود بقى حاجة حلوة جدا بقى ونفرتك الدنيا. نعمل ايه؟ نروح مزودين بقى ايه تاريخ الشحن والاكسل يضرب وشنا. اسمع مني بقى، نروح حاطين تكرير الشحن. بص اهو شاب بيحمل اهو، والله بص هيضرب وشي اهو. نروح بقى عاملين ايه بقى، نخلي التاريخ الشحن ده، ممكن نخليه في الفلتر. لا مش في الفلتر، في كان في هنا حاجه اسمها جروب، اجروب اهي، نخليها بالمنص اهي بس كده. طب معلش الحته دي تاني كده. اه الحته دي حلوه. بص الاول كانت، بص لو تلاحظ دي تاريخ 3 يناير وهنا تاريخ 3 يناير و5 يناير، فانا مش عايز الايام، انا عايز الشهور بس. فانت بتيجي على 3 يناير تدوس كليك يمين وتلاقي في حاجه اسمها جروب، هتروح بس كلمه الداي عشان تخليها بالمنص بس. اوكي. او ممكن تخليها بالكوارتر. عارف يعني ايه كوارتر ولا لا؟ 3 شهور، كل 3 شهور الربع، كل 3 شهور بالظبط. كويس كويس، فهنخليها كل شهر احسن. بص بقى يا معلم بيقول لك ايه بقى، في شهر يناير، لا اله الا الله، بيقول لك ايه الخليفه، خليفه التجاره ده بعت 2 كود جيد، الكميه بتاعتهم 2200 وشويه، تكلفه البضاعه بتاعتهم اهي، ودي ده في تاريخ ايه، ده في تاريخ يناير بس. انا كده صبره كده مع اذنك، يعني كده الموضوع كبر قوي يا جماعه، فكده واحد ممتاز. اه كده كفايه قوي. بص بقى صبره بقى، احنا ممكن نعمل بقى حاجه جديده تمام. اتفضل ماشي. تعالى بقى نمسح ده كله، في بقى شيء تاني اهو نقدر نشتغل عليه. بص بنظافه اهو، تعال يا شباب اللي معايا لا الباقي غير صبر، غيرك انت صبر. انتوا معايا يا جماعه؟ معلش يا مستر محمد، انا يعني انا فاهمه بس يعني لما يعني انا كل ما عايزه ازود حاجه ازود في الفاليو وازود في الكولوم، صح كده؟ يعني ده اختصار الموضوع عشان الجداول كتير. بص يا ستي، لو الموضوع الله اكبر، لو الموضوع يخص فلوس كتكلفه حطيها في الفاليو، اي حاجه فيها فلوس فيها ارقام حطيها في الفاليو. طب لو حاجه زي النوع اللي هو ايه، يقول لك كام جيد كام معرفش ايه، تحطيها في الكولوم وتحطيها في الفاليو، لان النوع ده بيكتب لك جيد،
جيد جدا امتياز، مش بيكتب لك واحد او اتنين او تلاتة، لا ده جيد جيد جدا وامتياز. فايه اللي بيحصل؟ تحطيها في الكولوم وتحطيها بعد كده في الفاليو. دي استفدتها دي طبعا، الحته بتاعه الفاليو في ال حلوه دي. حد يديني اي فكره تانية؟ خليك صبره كده لحظه انت ويسري، وخليك انت ومروه كده ويسري على جنب كده لحظه. حد يديني افكار حد يديني افكار للجدول اللي قدامكم ده. الجدول اللي قدامكم ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان في فاتوره اتعملت بالبايع الفلاني باسم منتج واحد اهو، بالمخزن بتاعه اهو، وسعر البيع كان كذا، وعدد وعدد القطع كانت كذا، وقيمه الفاتوره، والتاريخ بتاع البيع. ايه اللي اقدر الخصه من من الشيت ده؟ بنحط رقم الفاتوره. خليك يا هند مع الناس اللي كانت قاعده، انا عايز الناس اللي مش موجوده. حد تاني ممكن يقدر يساعد معايا في الحته دي؟ انا ممكن اقول حاجه. تعالي رد، والله والله انا مستنيك على فكره، يلا. ممكن اقول رقم البائع واسم المنتج وسعر البيع والتاريخ. لا لا، احنا نبتدي الاول واحده واحده يا ستي. احنا الاول نجيب ايه؟ حاجه كم بالك كويس. انا راجل يا جماعه، في هو الدنيا ضربت جدا، ومركز كل عندك عالي قوي. اه من عشان كده مش عايز افتح المايك بقالي كتير. طب ما تفضل ابنك. ماشي، بص يا جماعه، احنا ممكن نعمل لقطه حلوه قوي. نقول كم بايع باع كم منتج في خلال في خلال المده دي كلها، ايه رايكم؟ سامعني ولا انت قلت حضرتك تتكلمش؟ انا نسيت. احنا سامعين بس حضرتك كنت قاعد ساكتين انت. لا ما لقيت الدنيا خلاص، اتكلموا بقى. ما هو خلاص تمام تمام انا تمام. ماشي، بص يا جماعه، احنا نقول اسم رقم البايع مع اسم المنتجات. يعني نروح دايسين انسرت بيفت اهو، وهنجيب رقم البايع اهو. ركز بقى في دي، اسم المنتج اهو، هنحطه في الكولوم. يا ايناس معاك. بصي، اسم المنتج اهو، اسم المنتج. بصي مكتوب منتج واحد واثنين وثلاثة واربعة، فهتلاقي لو انت حطيتي اسم المنتج هنا، بصي ايه اللي هيحصل. اداله عدد بس، انا عايزها بقى كمان فين؟ هنا، عشان اعرف افصل ده كام منتج. فاهمة؟ يعني انا بحطه في الكولوم والفالوس. لا لا لا، لحظة لحظة. بصي، ما هو انت مش تضيفي اي حاجة وخلاص يعني. بصي يا ستي، لما انت تيجي تحطي اسم المنتج كده على طول، ده بيجيب لك توتال المنتجات اللي هو باعها، التوتال. تمام تمام. لكن انا عايز اعرف اسم كل منتج كام. يعني مثلا هو الراجل ده بيقول لك ايه، انا بعت 100 موبايل، فانا عايز اعرف هو فيهم كام موبايل نوكيا، كام موبايل سامسونج، كام موبايل ايفون. فاهم قصدي؟ تمام. فايه اللي بيحصل؟ تضيفيهم في الكولوم. فكده جاب لك ايه؟ منتج واحد باع منه 15 قطعة، منتج 10 باع منه 8 قطع، منتج 11 باع منه 7 قطع. كأنك بيقول لك ايه؟ موبايل سامسونج بعت منه 8 قطع، موبايل ايفون بعت منه 20 قطعة. فاهم قصدي؟ اه فاهم حضرتك. كده الدنيا وضحت شوية صح؟ يا مروة انت معانا يا مروة؟ مش معانا. بصوا بقى يا جماعة اهو، كده احنا جبنا المنتجات اهي. ف بص بقى، هقول لك على حاجه صح يا صبره انت ويسري، هقول لكم على حاجه حلوه قوي. هنا احنا هنعمل لقطه زي اللي احنا عملناها انا وانت، ان انت زي ما انت قلت لي، احنا عايزين نضيف كل ال البيفت تيبل تحت بعض. وليكن الراجل ده باع قد ايه؟ الراجل ده باع كده، هنروح رايحين هنا تاني، ونروح قايلين مثلا ايه، تحب نقول ايه مثلا، تحب نطلع نتيجه ايه مثلا يا جماعه؟ عدد القطع مثلا، عدد القطع بالنسبه لرقم البياع. فهنروح عاملين انسرت. بص بقى يا صبره بقى، الحته اللي جايه دي انسرت اهي. بدل ما ندوس نيو ورك شيت، نخليها في اكزيست ورك شيت، اكزيستنج نفس الشيت، بس بقى فين؟ نحطها في نفس الشيت هنا في الحته دي كده، ولما ادوس اوكي هيطلع لي هنا كده. فهمت قصدي؟ تمام. رقم البيع اهو،
ونروح عاملين ايه عدد القطع اهي خلصناها دي. تمام تعالى مثلا نطلع ايه قول لي كده بسرعه كده ارقام تاني مثلا في المخزن كم مخزن طلع ايه كم مخزن طلع كم منتج ماشي وعدد القطع لا خليها كم مخزن طلع طب ما اقول كم بايع باع في كم مخزن يعني خد المنتج من انهي مخزن اهو هقول لك ليه احنا عايزين داتا صغيره هنعملها في اكزيستنج اهي ونخليها هنا كده هنخلي رقم البيع والمخزن المنتج اهو ومخزن المنتج هيبقى هنا فهمتني هنحطهم مرتين تمام فهمتني مخزن المنتج ومخزن المنتج فهماني دي يا ناس دي اللي اتحط فيها الحاجه مرتين عشان نفسره ايوه بدل ما يبقى توتال بالظبط هي دي الفكره جدع تمام كده يا جماعه تمام هنمسح بس دي كده انا عايز اضيق الحته دي شويه تمام كده تمام نيجي بقى اخر واحده خالص عايزين بقى حاجه كده خفيفه كم بايع باع قيمه فواتير قد ايه يعني باع فلوس قد ايه تمام هنروح دايسين انسرت بيفت تيبل وبعد ما بدل ما ندوس نيو نخليها اكزيستنج ونختار المكان اللي احنا عايزين نحط فيه الحاجه هقول له احطها هنا وندوس اوكي اهي واقول له رقم البائع اهو وقيمه الفاتوره اهي بس كده تمام كده يا جماعه يعني مثلا البياع رقم واحد تعالى نخليها دي فورمات سيلز اهي البياع رقم واحد باع ب 153 ألف جنيه البياع رقم اتنين باع ب 146 ألف جنيه هل الكلام كده واضح يا جماعة؟ ألو؟ تمام بسم الله بقى وهنروح بقى واقفين بقى على أي إكسل شيت من اللي احنا واقفين عليه وهندوس حاجة اسمها insert slicer يا جميلة دي بس أستاذ محمد نعم؟ جميلة دي قوي دي يا جماعة اسمها pivot table analysis او analysis insert slicer وبيقول لك بقى الانسرت سلايسر دي بقى فيها ايه انت ممكن انت عايز ايه في السلايسر اقول له مثلا انا محتاج مش رقم الفاتورة انا محتاج البياع ومحتاج المخزن ومحتاج التاريخ بس كده جاب لي تلاتة ركزوا ده الموضوع هيحلو قوي يا جماعة اقسم بالله بص اهو الفكرة بقى ايه لو انا دوست على السلايسر رقم واحد بص قول لي هيحصل غير لي في المنتج غير لي في الاكسل في البيفت تيبل اللي فوق بس فاهم شايفه كده يا هند ولا لا ايوه شايفه تمام بس انا عايز لما اجي ادوس على رقم البياع رقم واحد يسمع لي في كل البيفت تيبل اللي موجود ده فهنعمل ايه بقى عارفها دي يا صبرا لا مش عارفها الصراحه ماشي هنعمل جروب باي لا لما تيجي تقف على اي سلايسر من دولك هتلاقي في حاجه اسمها في السلايسر ايه اسمها ريبورت كونكشن وهتروح رابطهم بالباقي تروح دايس كده وتروح جاي في الثانيه تروح عامل ريبورت كونكشن تروح دايس اوكي وتروح دايس في الثالثه تروح دايس هتلاقي في كلمه سلايسر دي ريبورت كونكشن دلوقتي بقى نقدر نعمل ايه لو انا دوست على رقم واحد ايه اللي هيحصل دلوقتي يا صبرا هيتغير في كل ال يلا بقى نقول رقم البائع يلا نقول الو اهو ايه اللي حصل جاب لي كل البياع اللي في السلايس في البيفت تيبل كله البياع رقم واحد باع 176 منتج ودي التفصيله بتاعته البياع رقم اتنين البياع رقم واحد برضه باع 1178 قطعه البياع رقم واحد باع 176 منتج ودي المخازن اللي باع منها المخازن الاربع مخازن دول بالظبط البياع رقم وكل مخزن خد منه ايه بالظبط البياع رقم واحد باع 153 الف جنيه قيمه الفواتير طب احنا نشيل دي كده ونروح مختارين التاريخ مثلا وليكن انا عايز اعرف تاريخ
مثلا كام تاريخ 10 يوم 10 يوم 10 دي التواريخ بتاعت يوم 10. يوم 10 البياع رقم 1 باع 3 قطع، البياع رقم 2 باع 7 قطع، البياع رقم 1 باع دي 15 قطع قصدي، دي كان منتج قصدي. البياع رقم 1 البياع رقم 1 باع ب 1750 جنيه او 25 جنيه، البياع رقم 3 باع 10000 جنيه. ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم كده يا رجاله شباب؟ تمام يا استاذ محمد. تمام. وفي العاده يعني في العاده هناخد التفاصيل كمان يعني اكتر. لا بجد والله، يعني بصي والله الناس اقسم بالله ما بكذب عليكي، الموضوع ده فعلا فعلا جامد جدا. يعني مروه انت معانا؟ بصوا كده يا جماعه اقول لكم على حاجه، الاكسل ده، الاكسل ده فعلا فعلا دي حاجه كده سبحان الله ربنا وهبها للناس، والله ما بهزر. برنامج انا مش شايف زيه، انا لحد الان مش شايف زيه، يعني مش شايف برنامج زي يضاهي تعقيدات الاكسل والمعادلات بتاعت الاكسل والكلام ده كله. في برامج تانية بصراحه، يعني انا في لغه برمجه اسمها سيكوال انا بتعلمها دلوقتي، وفي بايثون، بس الاكسل ابن لذينه، الاكسل سريع وحاجه بنت لذينه. فاهمين يا جماعه؟ فانتوا لازم تستخدموا الاكسل، يعني مش لازم، يعني لو انتوا على قد ما تقدروا في شغلكم حاولوا تدخلوا الاكسل في الشغل، هيفرق معاكم كتير قوي. شغال كول سنتر، شغال في المبيعات، شغال اسمه ايه ده مثلا محل وعندك بضاعه وعايز تظبط لها الشغل بتاعها، ايه تاني اللهم صل على النبي، يعني مثلا عايز شغال مثلا مندوب مبيعات وعايز تحسب البيع بتاعك، الموضوع جامد قوي، الموضوع جامد جامد جدا والله. فاهمين؟ ايوه سامعينك. بس كده. ف انا والله يعني على فكره المحاضره دي انا فعلا انبسطت منها جدا، يعني حسيت كده ان الموضوع في الراجل اللي اسمه صبره ده راجل برنس والله العظيم، يعني خلاني كده اجري شويه معاه. انا اسف طبعا لما جبت المره اللي فاتت والله، علشان خاطر كان عندي حاله وفاه، انا اسف طبعا وبعتذر لحضرتك. لا بس والله يعني اللهم صل على النبي، يعني خلتني كده اجري معاك شويه. انا والله يا جماعه ببقى عايز الناس تجري معايا، انا والله على فكره انا بحاول اساعد فعلا فعلا والله، انا بعشق ان انا اساعد الناس فعلا. انا اي حد بيحتاج مساعده ايا كانت تخص طبعا شغلي والاكسل انا بجري عشان اساعده، لان انا ببقى متاكد ان في ناس كتير قوي بتبقى يعني بتشتغل شغل مانيوال بس بايديها، يعني انا اقدر اساعدها انها تشتغل الشغل المانيوال ده كله في تفاصيل بسيطه. يعني البيفت تيبل اللي انا وريتها لكم دي، احنا عملنا الوكيل ودى كام واجهه او باع كام منتج لكام واجهه في 5 ثواني بالظبط، 5 ثواني. لو الناس بتشتغل بالمانيوال وبالمنافلة الموضوع هيتشلوا. فاهمين؟ بيسهل كتير، بيسهل كتير جدا. يعني بصي انا لدرجه ان انا زهقت من الاكسل وعايز اخش في حاجه تانية، يعني لغه برمجه تانية، عشان خلاص انا شربت الاكسل. فاهمين؟ تقبل لي عليك يا باشمهندس. نعم؟ دخلني معاك ساعدنا ندخل معاك برمجه ان شاء الله، ان شاء الله باذن واحد احد. اشد بس في السنه وعناني ليك. قول لي. ايوه قولي. هي ايه المنافله دي؟ بتاعت موتوسيكل دي، المنافله بتاعت الكورولا اللي بيقعدوا يعملوها كده دي، الناس اللي هي بيقعدوا يعملوا كده عشان يدوا زي طاقه حراريه. بيعملوا طاقه حراريه تعمل طاقه كهربائيه، فاهمه؟ يدوي بالظبط. المنافله يعني دي كلمه بدرجه يعني. واحنا كده خلصنا؟ انا كده خلصنا ولا شفتي احنا اسفين. تمام يعني. طب السؤال اللي انا سالته لحضرتك في اول محاضره. بالظبط. بصي هي فاضل دقيقه دقيقه، واقف 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 لحظه. انت كتبتي؟ الو؟
اودو. طب ثواني كده نشوف اودو ده بيعمل ايه. طب ده ما عرفتيش ده بيعمل ايه ده يا علا؟ هو انا عرفت ان هو تطبيق كامل كل يعني قسم مبيعات قسم محاسبه مخزون. معلش ممكن اتدخل؟ اتفضل. بتتكلم على الاودو؟ ايه الاودو؟ طيب انا الاودو دوت شغال عندي في الشركه تمام. برنامج جميل جدا، برنامج محاسبي اساسا شغال بلغه اي بي ار اي ار بي انا اسف. برنامج جميل جدا ممتاز، علاقات عامه، شغال سي ار ام، شغال حسابات، شغال مخازن. بص معلش انا اسف. بص يا ناس، بص يا جماعه كلكم، سي ار ام يعني كلاينت ريليشن مانجمنت. كلاينت ريليشن مانجمنت سي ار ام دي اللي هي تبقى كل حاجه مرتبطه ببعضها، فاهمين قصدي؟ يعني اللي شغال في الكول سنتر وفي عميل عمل شكوى في يعني مثلا وليكن شركه عندها ريتيل، يعني مثلا محلات بتبيع فيها مثلا موبايلات، وعندها قسم كول سنتر، وعندها قسم محاسبه، قسم حسابات، وعندها قسم مبيعات. السيستم السي ار ام ده اسمه كلاينت ريليشن مانجمنت، يعني مرتبط الاربعه ببعض او الخمسه ببعض. بمعنى لو العميل جه عمل مشكله في الفرع بيسمع عند الحسابات، بيسمع عند الكول سنتر، فاهمين قصدي ايه؟ دي حاجه اسمها سي ار ام. احنا بنشتغل في كل ده، بنسجل على برنامج المحاسبه، بنسجل على برنامج المبيعات، ولا انا بخش الحاجه اللي خاصه بيا بس؟ بتخش الحاجه الخاصه بيك انت بس. بس هو اللي بيصمم البرنامج نفسه بيكون يقدر يخلي اي قسم يشوف ايه تاني في الاقسام التانيه، فاهمه؟ يعني دي مثلا قسم المحاسبه، هل ينفع تشوفي شكاوى العملاء ولا لا؟ هل ينفع مثلا تشوفي شكاوى العملاء مثلا على الكول سنتر ولا لا؟ دي اللي بيحددها اللي هو الادمن ادمنستريتور، او الادمن ادمنستريتور اللي هو الادمن بتاع الداتا او الادمن بتاع البرنامج، فاهمه؟ تمام. هو سهل ولا ايه؟ لا سهل جدا بس محتاج تركيز جدا. تقدر تحضري اي ريبورت انت ممكن محتاجاه، تقدر تطلعيه من على الاودو. طب انا بقول لك يا صفا، ممكن سؤال؟ اتفضلي يا ناس. لا خلاص حضرتك الاول. خلاص حضرتك الاول. صبرا انا عايز اشوف الاودو ده، يعني هل ينفع نشوفه ولا لا؟ ينفع نشوفه، بس ممكن كمان ننزل نسخه تيست، ممكن نقدر نعمل نسخه تيست، بس نشغل على مديول واحد، يعني ممكن يختار مثلا عندي فيها اكتر من 50 مديول على حسب المديولات اللي انت بتقدر تستخدمها وتبدا نزلها. المديول ده اللي هو بيقوله ده، المديول ده اللي هو القسم يعني قسم الحسابات، قسم الكول سنتر، قسم المبيعات، قسم الماركتنج، التسويق كده. هو برنامج الاودو ينفع لرياده الاعمال؟ ليه؟ رياده الاعمال فاهميني اكتر. يعني انا المفروض حاليا لايف كوتش، بس متخصص في البيزنس ورياده الاعمال، فبرنامج الاودو كنت داخلاه في رساله، بعد كده ما حدش فهمني بعمل الانترفيو ازاي على الزوم، فخرجت. وكان في يعني التنظيم بتاعه ما كانش حاجه حلوه يعني، فما حدش فهمني، فخرجت بره الاودو ده. بس كان نيتي ان انا اشترك فيه. هينفع المجال بتاعي ولا لا؟ هو اي حاجه تنفع المجال بتاعك يا ناس. بص يا ناس، اي حاجه سي ار ام تشتغل مع المجال بتاعك. سي ار ام، انت حضرتي كلمه سي ار ام الشرح اللي انا قعدت اشرحه ده؟ حضرتك قلت يعني ده بيسمع لده، كله بيوصل بعض. الريليشن مانجمنت اللي هي بتبقى كلها لوب واحده، كلها مرتبطين ببعض، اللي هو سي ار ام ده. ده اختراع يا جماعه. سي ار ام ده نظام، مش برنامج، ده نظام كامل، فاهمين قصدي؟ وحتى كمان الكورس اللي كان في الرساله الاوت ده كان الفيرجن 15، ده لسه نازل جديد، بقاله مثلا حوالي 6 7 شهور لسه نازل جديد. طب والله انا شغال عليه. حاضر يا ولا حاضر جاي. انا شغال عليه حاليا. انا اشتغلت على 12، واشتغلت على فيرجن 14، وبفضل من ربنا كنت مسؤول عليه في الشركه عندنا. كان جد صبره. اي صبره. انا يعني لو تعرف تشرح لي اي حاجه منه انا عايز اشوف شكله بس. طب ممكن اوريك، يعني ممكن حضرتك لو كتبت انت سيرش على ماشي على جوجل، برنامج ممتاز جدا وبيستخدم في جميع الدول العربيه جدا. وبيحتاجوه كتير جدا 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 دلوقتي في الدول العربيه. كويس، هخش ادور عليه. انا بصراحه ممتاز. انا عايز اخش في كورسات رساله،
يعني انا عايز اخش اتعلم كورسات رسائل، يعني اوضه ده جديد اهو اول مره اعرف. بس انا ما بس انا الحمد لله يعني بفضل من ربنا ما حضرتوش يعني الكورس، كان الكورس كتاب. شغلك انت بيجيبه، شغلك انت عندك انت فبتتدرب عليه. لا انا الحمد لله انا ما كنت جات عليا فتره من 2019 2021 لحد 22 كنت مسؤول عليه مسؤوليه تامه لحد ما جابوا بتاع دوت ادمنستريتور. ادمنستريتور عليه لحد ما جابوا حد يعني، وكان بيبدا ياخد مني التفاصيل عشان يبدا يشتغل. بس جدع 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 بجد والله، حلو جدا. برنامج جميل جدا، وانا يعني جميل. انا فعلا يعني. انا اخش بعد ما اقفل معاك كده اخش اشوف ايه الدنيا. قولي يا علا، اتفضلي يا علا، في ايه؟ تمام. هو ممكن يقول لنا في فيديوهات ليه على اليوتيوب او اي حاجه؟ في، انت لو دخلتي على اليوتيوب هتلاقي 5000 فيديو لاي في حاجة. بس بس بالانجلش اكتر حاجه بيشرحوه بالانجلش. ايوه ايه المشكله يعني؟ ما هو الاودو هتعرفي حتى لو عرفتيها بالشبه، يعني في كلام انجلش لو انت ما عرفتيش تقريه او ما عرفتيش تفهميه هتعرفيها بالشبه، فاهمه؟ اكتبي شرح برنامج اودو، اكتبي مثلا، متهيألي مش اودو ده بس يا جماعه، بصوا في حاجه اودو يعني اللي زي اودو ده اللي هو مايكروسوفت 365. مايكروسوفت 365 اللي هو عامل زيه كده سي ار ام برضو اللي هو بس مايكروسوفت، وكمان الداتا اللي عليه بتبقى ستورج، بتبقى كلاود. عارفين يعني ايه كلاود؟ يعني بتبقى مش 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 يعني السيرفرات بتاعته سيرفرات كلاود. كلاود يعني زي جوجل، عارفين جوجل فوتو او جوجل درايف؟ تمام. بتحط الحاجه على الكلاود، يعني بتحط الحاجه على المساحه التخزينيه اللي في الحاجه كده متخزنه بره يعني. فهو جوجل 305 قصدي مايكروسوفت 365 بيبقى فيه حته الكلاود اللي هي الكلاود ستورج، اللي انت بتبقى سيرفراتك وكل حاجه بتبقى على النت، يعني مايكروسوفت هي اللي بتتحملها زي جوجل درايف كده. بالظبط. كل اللي عليك ان انت كشركه بتخش على لينك، عارف كانك بتخش على www.facebook.com، هو انت بتخش على البرنامج وتدخل اليوزر نيم والباسورد وتخش على البرنامج عن طريق براوزر، عن طريق متصفح. حضرتك اشتغلت على جوجل درايف؟ مش برنامج، هو عباره عن متصفح، لينك متصفح بس. حضرتك اشتغلت على جوجل درايف؟ طبعا. على اللينك؟ طبعا. انت ممكن لو ينفع تشرحه لنا مثلا المحاضره الجايه؟ يعني علشان عايز تعرف ايه فيه؟ اصل جوجل درايف ده سهل برضه يا صبر. انا عارف سهل بس انا ما اشتغلتش عليه يعني. هو سهل لينك برضه؟ لا سهل سهل، امرها سهل، ما تقلقش. انا حتى لو انت ما بيني وبينك اشرحها لك معناها ليك، انا تحت امرك. تسلم، شكرا لك جدا. يعني بياخد قد ايه وقت تعليم من اول وجديد في البرنامج ده؟ الاودو ولا انهي واحد؟ ايوه بالظبط الاودو. بصي هو طبيعي ان انت هتاخدي شويه، يعني اكيد هتاخدي شويه لان انت مش متمرسه عليه، فاكيد انت عشان تعرفي الاماكن فين وما اعرفش ايه هتاخدي مثلا قولي اسبوعين اول ما تفهمي بس القصه. بصي اللي انا فهمته يا علا في الموضوع ده كله، انت علا انت اختفيتي ولا ايه؟ اللي انا عرفته في القصه دي كلها ان اي حاجه بالبراكتنج والممارسه هتمشي الدنيا، لكن ان انت تعرفيها كده من بعيد لبعيد لا. يا هند ممكن اطلب منك طلب هند بعد اذنك؟ يعني انا اكتشفت بس حاجه ان في كورسات برمجه وحاجات زي كده بتخش في الرساله، يعني لو ينفع بس تضيفيني فيها لان انا ما اعرفش صفحه رساله، انا نسيت خالص ان انا اقدم كورسات. لا انا ممكن كمان هبعت لك، في دلوقتي عاملين قناه تليجرام لو عايز ابعتها لك. يا ريت يا ريت والله يا ريت. من عيني. حاضر ماشي. شكرا شكرا استاذ هند. شكرا يا شكرا. حضرتك عايزها اوفلاين ولا اونلاين؟ لا اونلاين. لا اوفلاين. لا انا بحب اقعد وانا قاعد في البيت. طيب تمام. هبعت لحضرتك القناة بتاعة التليجرام هتتابع عليها. ياريت ياريت. شكرا جدا لكم يا جماعة. انا بجد والله انا فعلا مبسوط. اي حد عنده اي حاجة ياريت تشاركوها، لان برنامج زي اودو ده يعني بسبب ان انت قلتيها علا انا عندي اخش واقعد اتفرج عليه واقعد على الاقل يبقى نوليدج، اللي انا ابقى نوليدجبل يعني اللي انا ابقى ابديتد بالحاجة، ما بقاش انا واقع مني شوية حاجات. فاهمين قصدي؟ هو بما يعادل اوراكل وسال بما يعادل بس مش زيهم بالظبط. حاجه كويسه برضو ان احنا برضو نعرف حاجه زي كده، يبقى عندي نوليدج وعندي ابديتد ان انا اخش مثلا حتى ايه لو دخلت نص ساعه او ساعه عليه وتعرفت عليه حتى لو انا ما اشتغلتش عليه بس ابقى عارف ان في برنامج اسمه اودو. فاهمين؟ تمام. حد كده عنده اي حاجه يا جماعه؟ بص يا جماعه انا هبعت لكم على الجروب ان شاء الله صفحة الفيسبوك وقناة التليجرام، هيبقى عليها بقى جميع الكورسات اللي بتنزل في رسالة في الأونلاين اللي تابع مدينة نصر.
يا ريت يا ريت يا ريت. وكله كمان مش مدينة نصر بس، كتر خير. هبعتها لكم ان شاء الله على طول. اهو بصوا حاجة زي كده بسيطة اهي، طلعت حاجات كتير. شكرا جدا لكم يا جماعة، فعلا فعلا مبسوط جدا. واتمنى اي حاجة تحتاج اي حاجة اي حاجة انا طبعا. ماشي يا جماعة، شكرا جدا، شكرا، السلام عليكم. شكرا جدا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.